وحشني ايه من ده اللي دايبه فيه، انا هموت عليه والله روحي فيه، وما بشوف عيني يدق قلبي وخاف. بالنسبة لصحتي الحمد لله أنا هلأ تخطيت المرحلة الصعبة من المرض، إذا فيني أقول تخطيت مرحلة كتير صعبة وكتير قاسية. أنا هلأ بمرحلة الشفاء، يعني أنا اليوم أحسن من مبارح وبكرة أحسن من اليوم وهكذا دوليك. بس تمنولي أنه الله يكون عم بيشوفنا. لكن لأكون كتير صريحة معك، أنا حدا ما بتحربص، يعني اللي بيتحربص هو اللي بيوقع حاله يتحربص. يعني أنت كتبتي عني كلام مش كويس أو جرحتيني، ما بتستفزيني، مش ممكن حدا يستفز، لا أستفز، بضلني هادية بفكر، بخلي الأمور تقطع بسلام، ما بجاوب. بعرف كتير منيح إنه إذا جاوبت الموضوع رح يكبر، مشان هيك ما بجاوب، بخلي بقلبي وبس.